قبل زيارة ماكرون للجزائر، فرنسا توجه صدمة قوية للمغرب. أعلن الإليزيه دعمه الكامل لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، واعتبره القاعدة الجدية للنقاش وذات المصداقية لإنهاء قضية نزاع الصحراء. وأكد الإليزيه في موقعه السلبي غير الواضح بأن موقف فرنسا الثابت هو إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء تحت مظلة الحكم الذاتي المغربي. وفي السياق ذاته، أعلن قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية للجزائر في الفترة الممتدة ما بين 25 إلى غاية 27 غشت الجارية. وأعلن مكتب ماكرون بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الجزائر في الفترة المذكورة تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الجزائري. زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأتي في ظل جمود العلاقات بين بلدين، إثر تصريحات نقلتها صحيفة لوموند الفرنسية يتهم فيها الرئيس الفرنسي النظام السياسي العسكري الجزائري بأنه نظام مبني على ريع مرتبطة بالذاكرة.